شخصيه، بعض الاحيان تقول هذا وان كان ابنك وان كان اخوك وان كان صديقك، لابد اذا ما استطعت ان تنصحه ويزيل هذا المنكر تستعين بغيره وتذكر له مصيبته. اذا ما قدرت انت فيه تستعين بغيرك، ولا من محبتك في اخيك او في ابنك او في صديقك، لا انا مسكين هذا بعدين الناس بيتكلمون عليك، انت تركته على هذا وازداد الوباء فيه وازداد البلاء فيه حتى فاحت الرائحه الكريهه والعياذ بالله. ها كما قد وقع يعرف واحد من الناس خاله كان يعمل شيء من المنكرات وهو يعرف نصحه، قال ماشي فايده في نصيحته، بعدين انا لو اعمل شيء ولا شيء امي تزعل مني، خاف انا عق امي بعدين. قلت له لا، من برك بامك انك تصلح خالك، من برك بامك تصلح خالك الفاسد هذا. وسكت ساكت عن خاله، فصار خاله استمر في ذلك المنكر واستمر في ذلك حتى صار الناس عرف الناس من خارج وفاحت رائحته النتنة بسبب سكوتك يا غبي يا أحمق. الأحمق الغبي هذا يظن نفسه أنه محبة في أمه في أمي، أنه ما بيتكلم مع خاله ولا بينصحه ولا بيخلي حد ينصحه، إلا محبة في أمه مسكين. شوف خالك اليوم في حاله كيف، في حاله يعني يستقدر عنده في المجتمع كله، حتى أهل البلد كل من دخل عنده يتعوذ منه الآن في هذا الحال في هذا اليوم. إيش السبب؟ تغطية تغطية، كل ما تجيب سليمود 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 بتغطي إلى متى؟ لا لا، بعد السلاميد بعد السليمود الغطاء هذا، أظهر العيب حتى تصلحه، أظهر المرض حتى تعالجه وراك. ها إلى متى بتغطي؟ ها الغطاء ما هو علاج، لو أنا فيه جرح بستره كذا أنا عالجته بيزداد بيزداد حتى تتاكل يدي هذه كلها، أو تخدع الطبيب كيف؟ في هنا جرح هنا، قال الجرح جينا ما في سليم سليم هذا خلاص ما في، وأنت سترت الجرح هذا، قلت لا ما عندي جرح أنا، ما شافش هذا الجرح وسرويته اليد السليمة، قال صح ما فيك شيء ما فيك شيء ما تحتاج إلى علاج أنت. قال الطبيب قال لي ما تحتاج إلى علاج لأنك ما أظهرت له الداء، لو أظهرت له الداء بيساعدك في علاجه بالدواء، والشافي الله سبحانه وتعالى، والهداية من الله، لا تقدر أنت تهدي ابنك، لا تقدر تهدي أخوك، ما تقدر تهدي أحد أبدا، ما تقدر تهدي أحد، الهداية بيد الله. ولا تحتقر من عنده أولاد أو أقارب فاسدين، لا تحتقرهم، تقول الحمد لله الذي جعل لي أولاد صالحين، الحمد لله الذي جعل لي أصحاب صالحين، الحمد لله الذي جعل لي أخوان صالحين، تحمد الله ولا تحتقر غيرك، فيبتليك الله بعد ذلك. لا تظهر الشماتة بأحد، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. انتبه، تظهر الشماتة بأحد، قال سيدنا علي كرم الله وجهه لو عيبت على حامل لخشيت أن أحبل. مين بيحبل رجاله؟ قال لك لو عيرتها بالحبل اللي فيها، وشوف كيف هذا عيرها بسبب بطنها الكبيرة وأكذا مسكين، لا عيرها وعيبها. قال سيدنا لخشيت أن أحبل من تعيري هذا، ليه؟ فيعافيها الله يبتليه. هذا ضرب لنا مثلا بعيد، سيدنا علي كرم الله وجهه بعيد، الحبل من رجل بعيد جدا، كناية، انتبه في أي شيء تعير أخيك ذكر أو أنثى صغير أو كبير بشيء يعافيه الله سبحانه وتعالى ويقع البلاء فيك. نفس الشيء كما قد شهدنا في الأيام الأخيرة، امرأة كانت عندها ولد من خيرة الأولاد، من خيرة الأولاد ما شاء الله، نشا على الاستقامة ومن المسجد حتى حفظ القرآن ما شاء الله على الاستقامة، ويبر بوالدته كل يوم يفصص رجلها كذا ما تنام، فرحانة وعنها صاحبات ثانيات عندهم أبناء مرعبلين، هذا واللي تجيب أخبار ولدها وتجيب أخبار يعني أخبار سيئة في أولادها، فصارت هي تفتخر بابنها، ولكنها هي بلا تربية المرأة، فصارت
تعيرهن بفساد أبنائهن وصلاح ابنها، ما هي إلا أيام أو شهور حتى تغير ذلك الولد المستقيم حاله وانقلب، والتمت عليه صحبة فاسدة فصار يتعاطى المخدرات ويتعاطى الخمور ويتعاطى التنباك، وصار حتى أمه ما عاد يصافحها، كان كل يوم يصافحها ما عاد يصافحها، بل بعد ما أدمن هذا الشيء صار حتى انتقدت عليه والدته وعاتبته حتى ضرب أمه. تذكرت بعد شوف أفاقت في نفسها، إيش اللي حرس الولد هذا تعيير، يعني كنت أعير صاحباتي بأبنائهن الفاسدين وعيرهن، كانت تعيرهن بهم، شوفوا أنتوا أولادكم كذا كذا، شوفوا مني كيف ها. نسيت مسكينة غفلة منها أن الهداية بيد الله، هي ما هدت ولدها، لا الله اللي هداه ها، وظنت أنها بحولها وقوتها، فلما تذكر ذلك ما معها إلا الرجوع إلى الله، وندمت واستغفرت عن ذلك التعيير الذي كانت تعيره بصاحبته، واستمرت للدعاء وتقوم آخر الليل تدعي لولدها، واستمر على ذلك سنة، جاءها الفرج بعدين، قلت لولدها هذا سبحان الله، جاءها الليل من الليالي وهو متصمخ بالوساخات ويبكي ويهل البكاء عليه، وترك ذلك كله في ليلة واحدة. لما أقرت بالذنب ورجعت باللوم على نفسها، لا مشكلتنا نحن، لا أن نحن نرجع باللوم على غيرنا، إذا وقعنا في مصيبة بدل ما ألوم نفسي وبتقصيري أنا وقعت في المصيبة هذه، ليش هذا ابني وقع في مصيبة؟ لعله بسببي أنا في فعل مني ما هو ريض، أو في كلام مني ما هو ريض، أرجع باللوم على نفسي، لا نحن بالعكس نلوم على غيرنا، نجعل شماع غيرنا شماعة لعيوبنا ونقصنا، ما كان هكذا شأن السلف الصالح، إلا إذا رأوا ما تعاكس عليهم أو ما تغير عليهم في أنفسهم أو في أولادهم رجعوا باللوم على أنفسهم.